نخش على طول بقى كابتن اسامه على فرقه الوداد. يمكن اخر تشكيل في المتواجد مع حضراتكم ان هم لعبوا 4-3-2-1. كويس، و هم كسبوا طبعا المباراه الاخيره، ولكن خسروا الدوري. خسروا الدوري في اللحظات الاخيره. هو الوداد بيلعب 4 يعني مشابه للنادي الاهلي، 4-3-3. ساعات وبيقلبها في النواحي الهجوميه ل 4-1-4-1. طبعا اقوى خطوط الفريق الوداد المغربي الفريق الخط الامامي، بتمثل في كاسينجو راس الحربه، اسماعيل حداد، وبديع اوك. دول اخطر ثلاث لاعبين في فريق الوداد. صحيح. علشان كده النهارده الخط الدفاعي للنادي الاهلي عليه عامل كبير وعليه شغل كبير وعليه تركيز كبير خلال 90 دقيقه. خاصة الاثنين الاطراف الباكين بتوع النادي الاهلي. كويس. بتمثلوا بقى في موسمين حسب ما يحط فتحي، محمد هاني، علي معلول، سواء مين بقى شمال، يعني هيبدا بفتحي زي ما كان بيبدا في الدوري، حط علي معلول من اول المباراه، محمد هاني باك رايت. فالنهارده اللي هيلعب على الباكين باك رايت باك ليفت للنادي الاهلي لازم النهارده عمليه الثبات مهمه. كويس. ما ينفعش علي معلول بيمتاز بالنواحي الهجوميه والانطلاقات على طول. لا، لو بيبدا النهارده لازم يقف شويه، لازم يبقى رقم واحد عنده ان انا بامن الناحيه الدفاعيه، وتاني خطوه هي الناحيه الهجوميه. حلو. مش الخطوه الاولى هي الناحيه الهجوميه. حلو. في حاله الهجوم بقى لما علي معلول يطلع ويتقدم، علي معلول اكيد هيطلع ممكن. حلو. لو هو بادئ مين يبقى في الحته بتاعته ورا؟ اقرب ديفندر. مش علي معلول بقى ده النهارده، يبقى احمد فتحي لازم يقف، او محمد هاني باك رايت. ده كويس. لازم الاثنين المساكين بيقفوا، يبقى كانك بتلعب ثلاثه ورا. كويس. لازم عندك واحد ارتكاز بيميل شويه في الناحيه بالزبط اللي بيطلع فيها الباك. بالزبط. فيبقى انت النهارده عندك مأمن باربعه، لو اتعملت عليك هجمه مرتده يبقى انت مأمن باربعه، واقفين النواحي او الالتزامات بتاعت اللعيبه دي لازم تبقى ثابته طول المباراه. كويس. بس انا بفضل لازم الباكين يبقى فيه عندهم شويه هدوء في الاول، خاصه اسماعيل حداد لعيب مميز، لعيب بيعرف يسجل، بيعرف يعدي، كمان بيمتاز بضربات الراس في الكرات العرضيه زي ما كابتن طارق مصطفى قال ان بديع اوك بيروح ويعمل عرضيات كتير. صحيح. فاللي بيدخل ال 18 كاسينجو ووراه اسماعيل حداد. أيه. فالنهارده لازم يبقى فيه رقابه جيده. النواحي الهجوميه بتاعت الوداد لما بيقلب ل 4-3-3 بيقلبها بقى 4-1-4-1. مين اللي بيثبت عند فريق الوداد؟ يحيى جبران. يحيى جبران هو اللي بيأمن الخط وسط الملعب لفريق الوداد، وبيدي حريه لوليد الكارتي وايمن حسوني. أيوة. دول عندهم انطلاقات هجوميه، الاثنين بيلعبوا صناع لعب. والثلاثه لعبوا اخر مباراه على فكره، والثلاثه موجودين وبيسجلوا. ايمن حسوني بيلعب الكرات الثابته كلها في فريق الوداد. طبعا يحيى جبران هو اللي بيشوط ركلات الجزاء، حتى مسجل 8 اهداف. لكن وليد الكارت وايمن حسوني بيدوا كمان زياده هجوميه للخط الامامي لفريق الوداد. هو ده الخط الاقوى فريق الوداد. فعلشان كده النهارده التركيز خلال 90 دقيقه مطلوب من دفاعات النادي الاهلي، مش الدفاع بس، ده محمد الشناوي. محمد الشناوي لازم يصحصح اللعيبه اللي قدام وبالكلام بالتركيز على طول. صحيح. الباكين عليهم عامل كبير زي ما قلنا، الباك رايت والباك ليفت للنادي الاهلي. لكن انت طول المباراه ما ينفعش ان انا رايح هناك هفضل ادافع 90 دقيقة. طبعا. خلاص الفكر ده اتغير. طبعا. دلوقتي النهارده عشان تقدر تحط السيطرة بتاعتك في المباراة، موسيماني بيلعب على عملية الاستحواذ للنادي الأهلي. شفناها في الثلاث أربع مباريات اللي لعبها. دايما هو بيحب اللعيبة اللي تتحرك بدون كورة. لو أنا معايا الكورة بباص وما بوقفش، لا باخد مكان عشان عملية الاستحواذ. حتى شفناها في مباراة المقاولين، شفناها في مباراة إنبي، شفناها في مباراة بيراميدز، وانت ناقص لاعب عندك. صحيح. كان دايما اللعيبه تبدا تدور الكره من اليمين للشمال. فريق الوداد ممكن يديك الجزء ده، بس يدولك فين؟ في الجزء الخلفي عندك. وفريق الوداد مش من الفرق اللي بتضغط ضغط عالي. هو حتى لو بيلعب على ملعبه وسط جمهوره او بدون جمهور بكره، مش من الفرق اللي بتضغط ضغط عالي. بس بيعمل ممكن ايه؟ ممكن ماتش زي دوت يا كابتن حاسم. وهو عنده الفرصة في ملعبه. ما انا هقول لحضرتك. هو النهاردة فريق الوداد بيسيب لك تلت ملعب. كويس. تلت التحضير بتاعك. يعني انت قصدك ان هو مش هيضغط علينا من قدام. ممكن ما يضغطش. السيناريو ان هو متوقع انه يضغط عليك من ضغط عالي من فوق. ممكن يسيب لك تلت الملعب، عملية التحضير بتاعتك. وعملية لما بتدخل نص ملعبه هو بيعمل الضغط هنا، وبيعمله ضغط عالي جدا وشراسة في منطقة نص الملعب. اول ما بيقطع الكورة بقى بيعمل عملية الانطلاقات السريعة. اوكو، اسماعيل حداد، وكاسونجو في خط ظهر النادي الاهلي. فعشان كده النهارده
وانت بتحضر او عمليه الضغط الوقفه الدفاعيه مهمه من ياسر ابراهيم، من ايمن اشرف، من حمدي فتحي لعب مساك، محمد فتحي وخط الوسط. النهارده وانا بحضر لازم اللي بيقف قدام المساكين بقى الحامي ليهم اللي في حته القلب دي. فالنهارده دي مهمه جدا ان هو مش هيضغط عليك الضغط العالي، هيسيب لك الحريه انك تضغط، بس لما تضغط نص ملعبه بيعمل عمليه الضغط السريع علشان يبدا يعمل الانطلاقات في خط ظهرك، وخاصه من ورا الباكين، من حته اسماعيل حداد ومن حته بديعه، دي اللي لازم تامنها بشكل كبير.